اتفضل يا بسم احمد. الله. طيب احنا هنبتدي يا جماعه مع بعض. السلام عليكم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحب ابتدي بس اقول كلمه المفروض كنت اقولها فوق، بس انا هقولها ليكم دلوقتي. وقتي بقى انا بقول لكم انا بشكر البورد بتاعنا 24 واحد، لولاهم والله والله ما كان المؤتمر ده اتعمل، مستحيل. كل واحد منهم قام بدور فعلا، يعني يمكن من المرات القليله اللي شفت مجهود جماعي. انت شفت مجهود جماعي؟ انا شفت مجهود جماعي بالمجموعه بتاعتي. احنا النهارده هنبتدي، جرت العاده ان المؤتمرات بتقول الملخص او الكونكلوجن بتاعها في اخر المؤتمر. احنا طبعا مختلفين، احنا هنقوله في اول المؤتمر. احنا جايبين البيلرز بتاعت الاعمده الاساسيه بتاعت الجهاز الهضمي في مصر. كل واحد طبعا هو اساس في التعليم الطبي في الجزء بتاعه. هنساله سؤال مهم جدا، هو احنا مؤتمرنا اسمه ايه؟ جاسترو كامبس. ايه كامبس دي؟ طبعا مختار الصحاح والكاسترو كامبس يعني البوصله، زي ما انتم عارفين. احنا بنقول احنا رايحين على فين؟ في كل برانش من برانشات الجهاز الهضمي هنسال السؤال، احنا رايحين في اي اتجاه؟ طبعا اساتذتنا العظام الجمال دول هيقولوا لنا في كل برانش احنا رايحين على فين؟ احنا رايحين على فين يا بيه؟ على كل خير ان شاء الله. فاحنا دكتور محمد يبتدي نسال الاسئله بتاعتنا، احنا رايحين في اي اتجاه ان شاء الله. تمام. الفكره زي ما الدكتور برعي قال وزي ما الدكتور مراد قال، ان هو في مؤتمرات كتيره جدا، وفي كل شويه كمان يطلع جايد لاينز ويطلع ابديتس للجايد لاينز، والموضوع بيبتدي انه يكبر ويوسع، ويبقى مش عارفين بالظبط احنا رايحين فين، ويبقى في اسئله كده تحس ان هي مش متجاوبه، مش معروف هي في الاخر ماشيه ازاي. فاحنا يعني قلنا ان احنا نعمل ده على شكل سمرايز، فهنبتدي باستاذنا الاستاذ الدكتور يسري بيطار، اللي هو طبعا يعني منورنا من اسكندريه. والحقيقه ان الدكتور يسري هو اعتقد انا بعتبره من الناس البايونيرز اصلا في القصه دي، وكلنا اتربينا من واحنا جونيورز خالص على الجاسترو كلاب، وكنا بنبقى فرحانين جدا ان احنا بس بنحضر الجاسترو كلاب، لان كان بيبقى من الفرص اللي احنا فعلا نقابل فيها ناس بتقدم الكلام بشكل مختلف وبشكل ابديتد، وكان من اوائل المؤتمرات اللي تعمل المالتي ديسيبلينري والانتر اكتف سيشنز في الوقت اللي كانت غالبية الميتينجز وكان عددها قليل جدا، كانت معتمدة على نظرية الدكتور اللي واقف بيلقي محاضرة بالظبط زيه وزي المحاضرة بتاعت الجامعة. دكتور يسري عنده انترست، هو طبعا استاذنا يعني في كل المجالات، لكن احنا قلنا نختصه بحته انا عارف ان هو بيحبها جدا، اللي هي الجاسترو اسوفيجيال ريفلوكس ديزيز. تحس ان ده يعني حاجه لعينه. انت لعين يا اخي. يعني بالتالي ما فيش حد في القاعه دي يعني ما بيعانيش من موضوع الجاسترو سيفير ريفلكس ده. يعني اللي بينكر ان جاله ريفلكس هو في حد ذاته ريفلكس يعني. والمشكله انه نقول ميديكال تريتمنت، نقعد ينزل نيو جينيريشنز من الميديكيشنز ونبقى حاسين ان الموضوع كده خلصان. طب في اوبشنز تانية، طب ايه؟ طيب احنا كده تايهين يا بيه، يعني نحس ان الجرد ده كان يعني زي التيمة بتاعتنا كده، الجانجل دي تحس ان دي جانجل احنا تايهين فيها، عايزين نعرف بالظبط احنا رايحين فين في موضوع الجرد ده. يعني هو جرد زي ما حضرتك قلت ده جلوبال هيلث بروبلم، وبعدين المانجمنت بتاعته الحقيقه هي تشينجينج، الكونسيبت بتاعها تشينجينج. ناو وي ار ديلينج ويز سيمتوماتيك تريتمنت. لو بصينا للجيرد وشفنا الريسيرش ورك اللي اتعمل عليه، هنلاقي هيوج نمبر اوف ريسيرش ورك اباوت باثوفيسيولوجي اوف جيرد، بات وي دونت هاف تيل ناو كيور اوف جيرد. فاحنا التريتمنت الافيلبل كلها عباره عن سيمتوماتيك تريتمنت تو سبريس اسيد سيكريشن. We have proton pump inhibitors and we have the newcomer of BCAPs.
دول هيستمروا معنا شوية. لكن في changing in the concept of management of GERD. They are seeking for cure. What's meant by cure? Cure means restoration of the lower esophageal sphincter function. هل ده ممكن ولا لا؟ طبعا الجولد ستاندرد فور مانجمنت اوف جيرد اللي هي فاندوبليكيشن، نسم فاندوبليكيشن كلنا عارفينها بتتعمل دلوقتي لابروسكوبي، لكن في كومبيتيشن باي ديفرنت اندوسكوبيك تكنيكس. وي هاف ناو ذا ترانس اورال انسيشنليس فاندوبليكيشن اتس جروينج اب ناو دايز. يمكن قبل ما اخش الدكتور مراد سالني قال لي لينكس دي لو اتكلمنا عنها، this is the most physiological surgery to be done for patient with GERD. هقول لك ليه. الكونسيبت اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي for the management of GERD اللي هي hernia repair، يعني most of the endoscopic procedures that are done for treating GERD we say they are treating small sized hernia. I mean hernia less than 2 centimeters according to Hale classification. And what's concept الجديد بقى اللي هو repair of the sphincter. How to repair the sphincter. الريسيرش كله الحقيقة مش مركز على the diaphragmatic contractility of the crural muscles. The crural muscle contractility have a great contribution to GERD. وتعمل research using EUS and using different diagnostic consult, high resolution manometry. اكتشفوا ان في العينين اللي عندهم GERD الكرورال ماسلز بتبقى تسن وبتبقى ليس اكتف، وبالتالي بدا يبقى في كونسنتريشن على انهانسنج ذا كونتراكتيليتي اوف ذا كرورال ماسلز اور ذا فراجماتيك كرورال كونتراكتيليتي. ده اللي هو نيو كونسبت جديد. فبدل ما هيبقى الكونسبت هيرنيا ريبير هيبقى ريستوريشن اوف ذا سفنكتر باي تريتنج ذا problems within the diaphragmatic crural contractility. This is very important. هو سأل لي على لينكس. اللينكس الحقيقة هي واخدة FDA approval من 2012. هي مشكلتها أنها غالية. لكن زي أي application ده magnet بيتحط حوالين الكارديا to simulate the esophageal sphincter. مشكلتها طبعا في بعض المشاكل اللي هي زي أي application. الحقيقة لحد دلوقتي ما فيش serious complication. لكن what's expected and what's alarming اللي هو الايروجن. لما بتحط اي ابلكيشن على الجسم زي ممكن يحصل ايروجن ويحصل migration for example. بعد ما بتتحط for about 8 weeks بيحصل gas bloating، بيحصل chest pain، abdominal pain. لكن الافكاسي بتاعتها from 90 to 95% can treat GERD. هي اتحطت الحقيقه for treating reflux. هنعرف ان الـ end points of treatment of GERD is not just prevention of reflux، هو restoration of the sphincter. فمعظم الـ research دلوقتي شغال على الـ some research say it's ممكن الـ combination treatment يتعمل الـ minimal endoscopic interferences with proton pump inhibitors، وبعتبره ده its achievement or its success. لان معظم الاندوسكوبيك بروسيدر بتعمل في الريفراكتوري جير، والريفراكتوري جير ده از انذر بروبلم. برضه نقطة عايز اشير اليها اللي هو البريسيجن ميديسن. البريسيجن ميديسن ده عبارة عن تقدر تسميه individualized medicine، يعني كل عيان will be evaluated pathophysiologically على حسب الديفكت اللي موجود عنده عشان to be allocated to certain endoscopic therapy. We have TIFT, we have like different placations. كل البلاكيشنز اللي في كذا اجهزه نزلت، الايزوفكس والجيرد اكس، حاجات كتيره بتنزل وفي انوفيشنز اون ذا واي. لكن مشكله الحاجات دي كلها اللونج تيرم افيكاسي تيل ناو از نوت ديفايند. ده بس ملخص سريع يعني مش عايز اطول. لكن هو الكونسبت ويل بي تشينج فروم هيرني ريبير لايه؟ فيسيولوجي. تمام. نشكر طبعا استاذ الدكتور يسري طاهر. طبعا هو كده ده فعلا ده يعني هو ده الجاسترو كامبس بالنسبه للجاسترو سوفجيال ريفلكس. دكتور مراد. تمام. من 180 سنه يا جماعه ابتدوا يقولوا ان في حاجه اسمها فاتي ليفر.
كل كام سنه يغيروا لنا الاسم وهو فاتي ليفر، يحطوا ميتابوليك مش عارف ايه وهو فاتي ليفر. الى الان الفاتي ليفر دايما نشوفه على مدار المؤتمر بتاعنا اليومين دول. احنا عايزين نعرف هو ايه الموضوع، لامتى يا بيه، لامتى يا باشا، قول لنا لامتى يا بيه، احنا رايحين فين في الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب الحقيقة أشكر الإخوة الزملاء اللي دعونا لهذا اللقاء بتميز الحقيقة، وأهنئكم على إنشاء هذا التجمع الحقيقة الجفت، والحقيقة شايفين نشاط جميل أوي أوي الحقيقة. وأتمنى حاجتين، أتمنى الاستمرارية، في كتير أوي طبعا حاجات بتبدأ فيري سترونج وبعدين باي تايم بيحصل شوية إيجينج، لا أنا عايز تخليكم زي ما أنتم كده فيري سترونج. ونشاطكم الحقيقة في مش بس الفيوم، ده في أماكن كتير قوي محتاجة الحقيقة، ودي احنا أنا بقى أحس إنها أقوى من المؤتمرات، إنك تنزل للدكاترة في أماكن كتير، يعني روحوا سوهاج في أماكن معدومة فيها دكاترة نفسهم يتعلموا لكن ما فيش أكسس للتعليم. الفيوم هم جنبينا لكن في طبعا أماكن بعيدة، روحوا البحيرة سوهاج هنا لحد توصل لحد أسوان، كل الأماكن دي محتاجة أكتيفيتيز والناس هناك فيري انترستد ويحب يتعلموا أول حاجة. فأنا أشكركم الحقيقة على هذا المجهود. والدكتور أحمد الحقيقة سألني سؤال على الفاتي ليفر والناش والنافل دي والحاجات دي كلها. أنا عايز أقول كلمة مهمة قوي، إن كتير قوي في المؤتمرات العالمية دلوقتي بيتكلموا على النكست كومينج إبيديميك، للأسف هو الناش والنافل. كان من كام يوم براجع أرتكل على الناش في البيدياتريكس في الأطفال، تخيلوا إن في الأطفال الناش والنافل بيوصل لحد 25%. العيال الصغيرين اللي متلاقيه خش تروح النادي كانت عيال صغيره مبقلظه كده وكلها ده، كل دول عندهم فاتي ليفر وبيوصلوا الى مرحله الناش وممكن في الاخر يوصلوا الى السيروسز. النهارده لما نعرف ان الناش والنافل الفيرست كوز على الليست بتاع الترانسبلانت ان فيميلز، وفي الايدج فور 65 سنه هو برضه من الاسباب الرئيسيه للليفر ترانسبلانت، لا اتس ميجر بروبلم، مشكله الحقيقه والناس بيعانوا منها وعمالين نجيبها يمين شمال ملهاش حل. طبعا هو المشكله بتزيد في ايه؟ اول حاجه الجانك فود اللي مال الدنيا ده، تاني حاجه لاك اوف اكسرسايز، يعني ساعات في تجي لك عيانه في العياده وزنها زياده شويه، لا اتحرك شويه امشي شويه، تقول لي امشي فين؟ هي يعني عندها حق، لا في طرق ولا في مكان للمشي، والنوادي طبعا فيري ليمتد والاماكن فيري ليمتد. بس دينتر لايف مع الباد هابتس اوف فيدينج مع طبعا بعض الجينيتك باك جراوند، لا طبعا هيخلي النسب عاليه. النهارده الاوبيزيتي بقت كتيره جدا طبعا زي ما قلت من شويه، الجانك فود والاكسس فات ولاك اوف اكسرسايز او السيدنتري لايف بتخلي النسب تتراوح من 25 اب تو 70% فات ليفر. النهارده لو واحد عنده تايب 2 دايبيتس وشويه اوبيز هتلاقي الفات ليفر عنده توصل لحد 80%، فالنسب عاليه. لكن هل كل اللي عندهم برايت ليفر او فاتي ليفر في مشكله فيهم؟ لا طبعا في نسبه كبيره ما عندهمش مشكله، لان البروجريشن اوف ذا ديزيز مرتبط بالجينيتك باك جراوند. الجينيتك باك جراوند بتاع الشخص نفسه ممكن يبقى عنده فاتي ليفر وما يحصلش اي حاجه، يقعد في اللايف هو فاتي ليفر، وممكن واحد ثاني يبقى عنده وزنه رفيع لين ويجي له فاتي ليفر. وفي كتير قوي ارتكلز طالعه فاتي ليفر ان لين باسو، ليه عنده مشكله في الهيباسايت تابوليزم للليبيدز واللايبوليزم. فالحقيقه مشكله عالميه وبتزيد، واعتقد في مصر مشكله كثيره كثير قوي. احنا بالذات الناس اللي بتشتغل في الالترا ساوند بحط البروب على بطن عيان تلاقي الليبر برايت. هو طبعا الاسباب كثيره، الاكثر التلات اسباب اللي هو الاوبيزيتي والتايب 2 دايبيتس والهايبر لايبيديميا، لكن اسباب كثيره ممكن تكون دراج انديوز او الى اخره. الجديد في القضية بتاعت فاتي ليفر مع الانتشار المخيف ده، وزي ما قلنا كلنا متوقعين ان هي النكست كومينج ايبيديميكس، يعني فيروس سي كولابس فيروس بي اهو بيترنح من حين لاخر، والفاكسين طبعا عامله دور كبير ليه. لكن الناش والنافذ لا للاسف في ازدياد. والجديد النهارده كمان في الباثوجينيسيس بتاع الناش والنافذ مش بس حكايه الجينيتك باك جراوند والانفايرمنت، النهارده بيتكلموا على الجات مايكروبيوتا. الجات مايكروبيوتا الحقيقه لها دور مهم جدا جدا في حاجات كتيره. عندنا مؤتمر يمكن في 11 و12 مايو اللي جاي ان شاء الله، واتمنى حضراتكم طبعا تشاركونا ويسعدنا ذلك.
هنتكلم عن الجات مايكروبيوتا وعلاقتها بالنش والنفل وعلاقتها بالتايب 2 دايبيتس وعلاقتها بالاي بي دي والاي بي اس. لو جينا نشوف علاقه الجات مايكروبيوتا بالنفل والنش، لا ده له دور كبير قوي، بيلعبوا على حاجه اسمها الجات ليبر اكسس، بيلخبطوا البرميابيلتي بتاعه الجات، وبالتالي كتير من التوكسينز والانتوكسينز بتطلع على الليبر ويأفكت الهبات سايت اكتيفيتي. لهم دور على البايل اسيد كونجوجيشن، دي كونجوجيت بايل اسيد حولوها الى توكسيك بايل اسيد او جليسيجينيك بايل اسيد. لهم دور على الدراج ميتابولايت، على البكتيريا ميتابولايتس والبكتيريا كومبوننتس اللايبوبروتينز بتاع البكتيريا. فالجات مايكروبيوتا هيبقى في يوم من الايام وان اوف ذا لاينز اوف تريتمنت في النشو النفس، انك تغير الميليه بتاعه الكولون بتاع البني ادم ده. ده برضو واحده من النيو كونسبتس في الباثوجينيسيس. في التريتمنت الحقيقه كلنا بنتكلم على المودريشن اوف لايف والدايت سيستم والاكسرسايز والويت ريدكشن، ده كله الكلام تقليدي. في بعض الادويه طبعا بتشتغل على الفاتس، ويمكن كان زمان قوي في دواء اسمه ايبوزيس بيعمل كافيه كلين وبيعمل نوع من الموبلايزيشن فاس فروم ليفر. الجديد هو المانجمنت على مستوى المولوكيولر ليفل اوف ذا سيل. في عندنا ريسبتور اسمها فارنسودا ريسبتور، والفارنسودا ريسبتور دول مسؤولين على البايل اسيد ميتابوليزم والانتري اوف بايل اسيد انتو ذا سايت فور ذا ميتابوليزم اوف بروتينز. النهارده لو في اجونست موجوده اللي هو الاوبتيكوليك اسيد، واعتقد ده موجود، ويمكن برضه الدكتوره منى امين هتكلمنا في طبعا على الشغل اللي عاملينها على الاوبتيكوليك اسيد في النشو والنفل، ونتائج الى حد ما مبشره. لكن النهارده في مجموعه من الادويه كتيره لسه كبيره قوي حوالي 12 دواء بيلعبوا على مستوى الهباسايت ممبرين والانترانس والاكسبورت اوف فاتي اسيدز والتريجلسترايدز واللايبوبروتينز. فالحقيقه يعني الابحاث كتيره والامل كتير في حل المشكله، لكن برضه اقول ان النشو والنفل از ا بريفنتبل ديزيز، وللاسف لو نهتم بنظام الاكل ونهتم بنظام الاكسرسايز ممكن نحل مشاكل كتيرة قوي من النشو والنفل، وربنا يحمي الناس من هذه المشكلة. وشكرا لكم جميعا. شكرا أستاذنا الدكتور حسني بيه. طيب دلوقتي الاي بي دي عندنا مشكلة كبيرة جدا في الاي بي دي. تحس ان الاي بي دي ده يعني تحول مع الوقت ان هو بقى مرض الأغنياء، يعني ما ينفعش حد فقير يجيله اي بي دي، لازم يبقى حد يعني قادر يعني ومقتدر. فالمستقبل للاي بي دي هيبقى عامل ازاي استاذنا الدكتور مجدي بيه دهشان؟ يعني هنروح فين في سكه الاي بي دي، ولا انتم مودينا فين في الاي بي دي ده؟ رايح يعني الاي بي دي ده مودي على اخر الخط ده، رايح فين؟ رايح على جفت. الحقيقه الاي بي دي من الحقيقة الاي بي دي من المشاكل الكبيره في مصر احنا عارفينها. بدات النهارده يعني البيولوجي او بيولوجيكال ثيرابي فيها الانتي نيف خدت مجال كبير وريسبونس، لكن ما حققتش التارجت بتاعنا. هنلاقي ان 60% فيهم يا اما فيلير في ريسبونس يا في ريميشن يا ريلابس، بالرغم ان المشكله في زياده في النمبر سواء في البريفلنس او في الانسيدنس. والبريفلنس يمكن عشان الميس دايجنوز اللي قبل كده، الكوست، الفيلير، الاكسبيرينس بتاعت الجينيورز، فالمشكله لسه كبيره. لكن كحل المشكله ديت بدا بولسز كتيره تتحرك. اولها ان ما عادتش الانتي نيف هي بتاخد الفيرست لاين، ده بالعكس بدا الحاجات اللي كانت سكند لاين تطلع قدام، فهنلاقي الاستوكينومات بدات تبقى فيرست لاين او ديليبريوتيزيشن في السي دي، ما عادتش السكند لاين، للسيفت بتاعتها اكتر بقت، مع خصوصا مع الاولد ايج مع المالجنس. هنلاقي الفيدو برضو اتحرك للفيرست تشويس في الاندكشن او في المينتنس، خصوصا في الاولد ايج. في التين ايجر برضو هو بريفيرد. النهارده استادي كتيره بتقدم الفيدو على الادلوماب، فبدا في تغيير في البريوتيزيشن في الفيرست والسكند لاين. بنلاقي ان الجاك والسمول مولكيولز النهارده محطوط لها ستاتستيكا ان عند 20-30 هتبقى واخده نسبه كبيره في الاي بي دي. لكن هل ده حل المشكله ولا لا؟ لكن بدا في تغيير في ان يبدا يفكروا في النيو بايولوجيكال اللي موجوده
ويدي فرايتس كتيره، فهنلاقي الانتي نيف نزلت لا تبقى فيه موجود اللي هو الفيكس الانتي نيف منزلها الافكس 74 وده ديفولبنج وكامينج اظن في اخر 23، الانتي انترلوكين 23، الزينكوزوماب اللي هو السكيرفي والجوزوكولوماب الترينفا ده ابروفد خلاص، والافكاسي سواء في الاندكشن او في المينتنانس. الانتي لينفوسايت كان عملوا طلعوا منه الترولزوماب لكن الحقيقه كان في اليو سي وما جابش ريزلت البروميسنج المطلوبه، فالاستاد دلوقتي شغاله على اس دي لكن ستيل تيل ناو اكتنج. السفينجوزين 1 بي ريسبتور الحقيقه طلع منها الوزانوموب او اللي هو زيبوسيا، وده الاندكشن والمينتنس وابروفد في 23، وجاي وراه من الاس 1 بي كمان الليترازيموب وده لسه في الديفلوبينج. الجاك انهيبيتور هي اللي جامبينج قوي وبقى فيها اكتر من 11 واحد ابروفد لليو سي والسي دي، اكترهم يمكن الاوبا سيتينيب وده اللي هو الانفويك والفليجوتينيب، ودولت ابروفد خلاص في اليو سي والسي دي. الميزه بتاعت ان هم بقوا كمان اورال وده بيسهل الكومبلاينس للعيان، فالنيو بايولوجيكال سريعه بتطلع وان كان ليهم بعض المشاكل سواء في المالجنس او في ثرومبوليزم او في سيريس انفكشن خصوصا بعد ال 12 شهر. هل القصه هتقف عند كده ولا لا؟ لا، ده بداوا يفكروا ان عندنا مشكله كبيره في الكوست، مين اللي هيدفع في خصوصا الناس ما عندهمش حد يدفع لهم، فبدا نفكر في البايوسيميلر. الحقيقه البايوسيميلر النهارده دي عباره عن بايولوجيكال برودكت هايلي سيميلاريتي للاوريجينال او الريفرنس بايولوجيك في البوتنسي والسيفتي والافيكاسي والادفيرس افكت. فالحقيقه كانت جامبنج كويس قوي خصوصا وان الايكو ابروفد للنون ميديكال شيفت من الاوريجينيتور للبايو سيميلر، ويمكن هي هتطلع قاعدتين ان ما نغيرش اتنين بايو سيميلر للعيان، يعني ما بقاش اوريجينيتور هقول على بايو سيميلر راح اقول بايو سيميلر الثانيه، وان لازم يكون بالابروفال مع البيشنت ولازم يكون البيشنت في ريميشن. فالحقيقه ديت كانت جامبنج كتيره، هم طلع منها حاجات كتيره يمكن زي الامجيفيتا والفليكترا بتاعه الفليكساماب والافوزولا، الوت من البايو سيميلر طلعت. دي كانت الميزه بتاعتها في ان هي فتحت الباب لسيكتورز كبير من ما عندهمش نامبير ان هو يقدر ياخد، مش كده وبس، ده دي عملت كومبيتيشن في الماركتينج بين الشركات وهتضغط على الاورجينيتور ان هم يعملوا ديسكاونت ويقللوا السيل، خصوصا وانه متوقع ان امريكا بتقول ان في 2026 او 28 اراوند كده هيبقى الفيجر يوصل ل 10 بليون دولار الماركت بتاع البايو سيميلر، ويمكن الهند بقت هي المين بلاير في البايو سيميلر والشركات كلها بتحاول ان هي تشارك زي ما بيقولوا في الكعكه الكبيره بتاعت البيولوجي. هل هنقف عند كده؟ انتوا غيرتوا في اللاينز، عملنا نيو بيولوجي، عملنا بايو سيميلر، الحقيقه بيطرح اطروحه جديده ودي لسه في الاستادي ولسه مش ابروفد ان نعمل كومباينيشن. عملنا كومباينيشن بين البيولوجي وبين الموديوليتورز اميون موديوليتورز، لكن هل ممكن نعمل بين البيولوجي والبيولوجي وبين البيولوجي والسمول مولكيولز؟ الحقيقه ده موجود في ريماتولوجي في نيورو سايكاتريك لكن في الاي بي دي لسه. علشان نقدر نختار بين الاثنين البيولوجي احنا محتاجين عندنا اربعه اكشنز، يا اما الاكشن ده اندبندنت زي ما احنا عملنا مع الاميون موديوليتورز مع البيولوجي، يا اما كومبلمنتري والاثنين بيكملوا بعض وده هيقلل السايد افكت هيقلل الدوز هيدي مور بوتنس اكتر، يا اما هاي كروس توك والاثنين زي بعض فيبقى مش هستفيد الى السايد افكت وده مش مطلوب، او ميديوم كروس توك يعني تو سام اكستنت هيحسن، لكن الحقيقه الكومباينيشن بتاع البيولوجي بروميسنج وان كان لسه مش ابروفد.
اكتر كومباينيشن موجود عندنا اللي هو الفيدو مع الانتي ان اف او الفيدو مع الاسكينوماب. التوسنيب دخل في اللعبه لكن لسه دي كلها سيريز او ستادي والسيريال لسه مش ابروفد. الحقيقه استاذنا الدكتور حسني بيه وهو اكتر واحد بيتكلم على الميكروبيوتا وعامل مؤتمر ليها كبير بدسكشن كبيره ليها رول النهارده في الاي بي دي. بعض الاستادي بتتكلم على الفيكال بكتيريام بروجنيتا بتزيد مع الناس الريسبوندينج مع الانتي ان اف والناس مش ريسبوندينج بينزل الليفل الميتابول اللي بعد كده لقوا السيرم بتاع التريتوفان بيزيد في ناس ريسبوندينج الناس مش ريسبوندينج بينزل بايل اس ديجريديشن برضو ليها علاقه بالريسبونس. وبالتالي هل البرو والبري بايوتكس والفيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن كل ده يكون له رول في الريسبونس ولا لا؟ ده هيعتمد في الاخر على المايكروبيوتا بروفايل بتاع البيشن. الستيم سيل ليها رول ايوه وانها كانتي انفلاماتوري وفي الانال فيستولا. الحقيقه السلسليه الفايف اسا هل ليها دور ولا ملهاش؟ الحقيقه دور بتاعها رجع قوي وبقى في المايلد وبعد كده قالوا مش في كرونز طلعوا كرونز منه ففضل يو سي في المايلد. طب والناس البيولوجي ريسبوندنج لا مش هيتاخد معاه فضل عنده الاميون ميديوليتورز يمكن بس. وقالوا ان مع ريسبونس هندي لو دوز علشان كيمو بروتكتيف مش لي. اخر حاجتين البايو ماركر هل لسه البرو اكتيف اظن هو اللي هيبقى الاساس عشان يدي كونفيرميشن الاول. السي ار بي الفيكال كالبروتكتين الحقيقه في فاكتورز كتيره بتاثر عليه واحنا ويتنج ان احنا نشوف هختار ازاي مين في الحاجات دي كلها. انا محتاج الاقي بريدكتورز لريسبونس ايضا ببعض الميكوزا البروتينز وليها اسماء كتير حقيقة مش عايز اطول انتوا احمد تعادل عشان اخلص. لكن الجينيتك فاكتورز هتبقى مهمه قوي. الجينيتكس فاكتورز موجوده وبعض زي ال HLA DQ1 ديت في الانتي نيف مدهوش لان هيحصل فيه انتي بوديز ريسبونس على طول. وريجوليتورز بتاع الجي بروتين سيجنال والبيوي لايك بروتين 1 دي تقول ان الانتي نيف مش هيحصل معاه هيحصل معاه ريسبونس مع الانتي نيف. فلازم يبقى التشويس والتشويس هيعتمد طبعا على الديزيز سيفيرتي واللوكاليزيشن والايج والكوموربيديتي والاكسترات فاكتور اللي احنا عارفينها. لكن انا عايز ااكد على حاجه ما ننساش الباكسين يمكن ما احناش بنعتمد على البي والتي بي بس لكن تراي قبل ما ندي البيولوجي ندي الفاكسينات البي اي والبي والانكتيفيتد انفلونزا نيجوكوكاي كل الكلام ده شود بي جيفن. شكرا لك. شكرا جزيلا. والله على قد ما انا سعيد بالكلام اللي حضرتك بتقوله كلام طبعا ادفانسد جدا بس هو بياكد برضو كلام نجيب في الاول ان هو فعلا اي بي دي بيستشري اكتر انه مرض الاغنياء يعني من غير تامين اعتقد مستحيل. هو مرض الاغنياء من اسبكت ان الادويه كلها غاليه بس انا عايز اضيف حاجه يا دكتور مجدي. أيوة. الادويه دي كلها فيري اكسبنسيف اوفر اول ريسبونس تو بيولوجيكس 30%. هو متوقع دي ان اقول بس حضرتك حاجه we are not treating IBD we are suppressing the activity of the disease we are delaying the occurrence of complication we are slowing the progress of the disease we avoid surgery we avoid different complications but still the disease is there. Control is cure yeah. Control not cure it's not cure that's why that's why I biologics should be given. هي الفكره بتاعت البيولوجيكس لما اتعمل في الاول كلها الاختراع بتاعها كانوا بيعتقدوا ان البيولوجيكس هتغير البيولوجيك بيهيفير اوف ذا ديزيز. هي دلوقتي بتغير فعلا البيهيفير اوف ذا ديزيز مش البيولوجيك بيهيفير. هي البيهيفير اوف ذا ديزيز يعني ايه؟ ما يبقاش اجريسيف ما يبقاش فيه بيرفوريشنز ما يبقاش فيه ستريكشرز بيسبرس الحالات اللي هي مشكلتها دلوقتي هو بريدكشن اوف prognosis of يعني the patient. هل العيان ده passing into severe disease ولا هيبقى mild disease؟ هل العيان ده ياخد early biological ولا لا؟ predictors دي دلوقتي لسه الحقيقة under research. لكن لما تلاقي فيه predictor يقولك العيان ده have the worst course of IBD you will give him biologics to cut short this bad history.
تمام. عند حضرتك حق. تمام. احنا زي ما كنا بنقول ان الالترا ساوند هو العين الثالثة لينا. احنا جايبين النهاردة اجمل يد مسكت البروب بتاع الالترا ساوند. فاحنا عايزين نسأل يا دكتورنا. احنا انت حضرتك من الناس الاوائل اللي ابتدوا الالترا ساوند، مش هقول سنة كام لان انا عارف، بس اول ما اشتغل الدكتور كان يقول عليها المكنة دايما. المكنة بتاعت الالترا ساوند كانت حاجة يعني لو شفتوها دلوقتي مش هتعرفوا دي بتاعت الترا ساوند اصلا. فهل في مستقبل للالترا ساوند هيضيف شيء؟ يعني حضرتك قلت لنا الالترا ساوند والفاتي ليفر، هل هيقدر يضيف شيء عن اللي احنا نعرفه دلوقتي في خلال الفترة القادمة؟ هو الالترا ساوند وقف شوية بينما تقدم السي تي والام ار اي، ولكن الالترا ساوند برضو مرتبط بالتكنولوجي بتاعة المايكرو بروسيسورز. يعني انت زمان، هقول لك على مثال بسيط، احنا لما ابتدينا الالتراسان دوت كانت رسالة الماجستير بتاعتي على جهاز اسمه يونيرات، فاكره حسني؟ كان جهاز دوت ستاتيك الالتراسان. ستاتيك يعني ايه؟ يعني انت ما فيش ريال تايم، ما بيشوفش صورة اصلا يعني. واخد بالك؟ تمشي على بطن عين كده الصورة تتعمل. الجهاز ده في وقته كان جنبه جهاز هيتاشي ريال تايم، وما كانوش محترمينه قوي. الكبير كان ب 80,000 جنيه والتاني ده كان مش عارف ب 20,000 جنيه ولا حاجه. وبعد كده الدنيا تطورت. في الاول خالص كان الموجات الصوتيه معتمده، يعني ايه يعني حاجه اوبريتور ديبندنت، دي موجوده طبعا لحد دلوقتي، ولكن في الاول كان الناس اللي بتعرف تشتغل قليله جدا والناس اللي بتعرف تشتغل كتيره جدا. دلوقتي الموقف تغير، الكلام ده من 40 سنه. فاذا الدنيا ما بقتش زي الاول، في تحسن جامد جدا بالنسبه للريزلتس بتاعت الالترا ساوند، بحيث ان انت تقدر تامن ان واحد في عيادته معاه جهاز يطلع لك نتائج مش سيئه قوي يعني. وحتى لو طلع نتائج سيئه، هو في الاخر هيعمل بعد شويه حاجه ثانيه وهيصلح نفسه. اللطيف بقى ان انت مع التطور الجامد دوت، يعني هديكم مثال بسيط جدا. وانا في ثالثه اعدادي او ثانيه اعدادي سنه 60، ابويا حجز لنا تليفون ارضي كويس معايا الخط، استلمته سنه 90 91 لما فتحت العياده، نقلته من السنترال اللي هو كان محجوز فيه بعد 30 سنه ولا حاجه على العياده عندي، ودفعت فلوس كمان. دلوقتي انت في عندك ايه؟ دلوقتي انت عايش حياة المحمول في كل يد. حتى الموبايل لما طلع في الاول كان تليفون، دلوقتي بقى كل حاجة. نفس القصة في الالتراساوند. دلوقتي احنا عندنا بعد شوية هيبقى الالتراساوند في كل يد. اخر حاجة طالعة دلوقتي ان انت عندك حاجة اسمها هاند هيلد الالتراساوند. الترانسيوسر في ايدك ومن غير سلك، وتعمل كده وتشوف على الايفون بتاعك او على الاندرويد فون بتاعك، وتبعت الريزلتس على الكلاود، وتنزل بعد كده تطبعها، والبتاع اللي في ايدك دوت ثمنه من 2000 ل 4000 دولار، يعمل لك بلاك اند وايت وكلر دوبلر بلس دولي دوبلر، اشتغل قلب اشتغل بطن اشتغل نسا، فاهم كل حاجه. يعني شفت واحد منهم من ناحيه كونفكس ومن ناحيه ثانيه لينير، ومن الكونفكس يدي لك كونفكس وفيز ذا اري سيكتور زي بتاع القلب بالظبط. فاذا انت عندك ماشين كامله بحته صغيره. اللي نجح من كده بقى ان هم طلعوا غيروا البرنسبل بتاع الالترا ساوند. يعني الالترا ساوند ده معتمد على ايه؟ على حاجه اسمها البيزو الكتريك كريستلز كويس؟ كهرباء بتخش في كريستال، الكريستال بتتهز تديك الالترا ساوند. دلوقتي عاملين حاجه جديده، اختراع جديد عملوا له بيتنت، ان انت حاجه اسمها الترا ساوند اون شيب. شيب زي بتاعت بروسيسور مثلا i3 ولا i5 ولا i7 اللي موجودين في الكمبيوتر، وعلى البروسيسور دوت في حاجه اسمها المايكرو درامز، حاطط 9000 مايكرو درام طبله صغيره دخل الكهرباء بتاعها تخبط، وهي دي تدي الترا ساوند. وحيث ان انت ما بتعملش حاجه، تقدر بقى تغير فريكونسي، تغير بروجرام، تعمل كلر، تعمل فلو، تعمل ده. فاحنا حكايه الجهاز ابو 4000 دولار ده جهاز مثلا امريكاني ولا حاجه. انا ابتديت وانا ببص بعمل ريسيرش كده على القصه، لقيت في كمان اجهزه صيني.
بتوقع ان انت ممكن تروح تشتري الجهاز، الجهاز عاملينه مثلا جهاز زي السماعات بتاعت البلوتوث، مصباح محطوط في العلبة بتاعته، والعلبة نفسها بطارية تشحن الترانسديوسر، واخد بالك، وتحطه في جيبك، ولما تقعد تشتغل تروح بقى عند العيان ولا بتاع تفتح تطلع الجهاز، تعمل الصدار بتاعك وتشوفه على التليفون وتسجله على التليفون او تبعته على الكلاود، وبعد كده ترجع المكتب تطبعه. فتصور القصه ديت يعني شكلها خيال علمي كده، ها، لكن دي حقيقه وقاعده، الحاجات دي موجوده دلوقتي. ها، لا محتاج جل طبعا. ما انت حط الجل في جيبك الثاني يا تاج. انبوبة جيل صغيرة كده في جيبك التانية بقى. ده مش في كده، ده ما قلت لك فون محمول دوت يعني ظهر امتى؟ 97 قبل قبل كده يعني كان قبل 95، كان في اللي هو متوصل على الساتلايت على طول، ده كان مثلا من سنة 91 تقريبا، بعدين سنة 94 93 ابتدى بقى نزل بقى النوكيا بانانا وال 682 والبتاع اللي رفيع. انت دلوقتي عندك، انا فاكر محمد الغاوي طبعا انت عارف اللعبه دي، فمن كان الكلام ده كله ابتدى يتنقل، كان الاول عندنا حاجه اسمها بي دي اي بيرسونال ديجيتال اسيستنت، اللي هو عباره عن التليفون بتاعك محطوط عليه شويه جيمز والكونتاكتس بتوعك وحاجات بالشكل ده، هو سنيكس بس. اول واحد عملهم كانوا حاجه اسمها يو اس روبوتكس، وكان اسمه البالم بايلوت، كان الجهاز انا اشتريته سنه 96، لا موبايل بعد كده بعد 96، يعني 96 ده احنا كنا في امريكا، انا اشتريت لاخو مراتي البتاع دوت ب $200 بقى راح مش، وكان في 1 ميجا ولا 2 ميجا كلام خايب بس. ف عملوا بعد كده البالم العادي دوت، وبعدين عملوا البالم 4 كويس، وبعدين باعوا الشركه لهيلو باكر. كده انت بتعمل دعايه دي، احنا كده هنخش كده، احنا كده يا باشا، احنا مش انا بس عشان تفهم التكنولوجي ممكن توصل لحد فين. طلعوا تليفون اسمه البري، ده قعد سنه والشركه رميته خالص وقفلت. من ضمن الحاجات اللطيفه اللي كانت فيه، خد بالك ان احنا بنتكلم الكلام ده سنه 2000 مثلا 2002 2003، ان انت انا دلوقتي جاي على المؤتمر هنا كويس، بس انا في مصر الجديده كويس، ف وانا قاعد التليفون حس ان انا بعيد عن المؤتمر وان انا ماشي بسرعه كذا، والميعاد بتاع الجلسه ديت 11:30، فانا مش هلحق اوصل 11:30 كويس، فاوتوماتيكي كل الكلام ده مع نفسه مش معايا انا، ها، مكتوب عليه ان الجلسه ديت اللي منظمها احمد مراد ومحمد نجيب، لانه في ثانيه قايل ان انا مش هوصل في البتاع دوت خلاص بتاع تاني. من نفسه بعت رساله لمحمد نجيب واحمد مراد ان انا مش عارف اوصل لكم النهارده في الوقت. دكتور ابراهيم مصطفى بعت الرساله. هذا الكلام اللي انا بقول لكم عليه دوت كان من 15 20 سنه. فانت دلوقتي تتصور احنا فين؟ واحنا جايين فين بعد، رايحين فين بعد كده؟ فالمكنه اللي هي قد كده دلوقتي، ترانسفيوزر قد كده، بعد شويه هيصغر وتحطه في جيبك وتمشي بيه بعد كده بيها في اي حته. فالموجات الصوتيه متقدمه بتقدم التكنولوجي، لان كمان الجهاز اللي هو بيشتغل ماكرو درامز دوت بيشتغل على شيب. انتوا مش متصورين الموضوع ازاي، اول جهاز جبناه كمبيوتر في القصر العيني كان اي بي ام كومباتبل، كان حاجه اسمها 286 و1 ميجا رام، مش 1 جيجا، ها، 1 ميجا رام و22 ميجا هارد ديسك، ها، وكان عنده فلوبي ديسك 5.25 كويس. خلاص الكلام ده كله انتهى، مات يعني، انت في السكه كده. فاحنا مع التكنولوجي الدنيا هتتغير لسه اكتر واكتر واكتر، ويمكن بعد كده جهاز يكتب لك التاريخ لوحده غير ما انت تقول. تمام، طيب، شكرا دكتور نعمان، ربنا يخلي حضرتك.
دكتور نعمان طول عمره كان هو يعني الليدر بتاعنا از ريجاردز التكنولوجي وكده. انا فاكر احنا انا وائل واحنا صغيرين كنا دايما نسال دكتور نعمان على اي حاجه الكترونيك كمبيوتر مش عارف ايه نعمل ايه، كنا نروح للدكتور نعمان ايوه كل حاجه. دكتور هشام بيه، دلوقتي الناس كلها فاهمه ان الاتش سي دي ده كيوت حلو قوي جميل امور اتش سي دي. طب ابن خالته الاتش بي بي ده، ابن عمته ال اتش بي بي ده، ايه جار السو ده ماله يعني؟ ده اشمعنى ده يعني اشمعنى انتوا عرفتوا للسي وما عرفتوش للبي، وبعدين عمالين بقى لكم سنين 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 تقولوا لنا ده هيجي هيجي وايشي مش عارف ايه وايشي ما اعرفش ايه. ما يعني عايزين يا دكتور هشام في الخمس سنين الجايين دول بكيور ال اتش بي في، قدام حضرتك خمس دقايق تقول لنا الخمس سنين الجايين هنكيور الاتش بي بي ازاي؟ بص انا اولا انا بشكركم على الدعوه الكريمه، وانا مش عارف انتوا جاسترو كامبس ولا جيفت، بس اتنين احلى من بعض. الفيوتشر انتوا زي ما احنا نتكلم عن فيوتشر، انتوا الفيوتشر. انا سعيد بيكم كلكم ال 24. مش انتوا 24؟ ايوه 24 ما شاء الله الله اكبر. ما احنا لسه احنا بنتفاوض مع حضرتك، بس ايه حكايه الخمس دقائق دي؟ لا انت تضحك عليا بقى. لا ما دي انا قبل ما اخش قال لك 15 دقيقه. لا ما احنا لو عايزين نتكلم علم لا راحتك يعني دي خمس دقائق ارقام مفيش يعني. الفكره انت لما بتقابل واحد زي ريمون شكنازي اللي هو يعني البايونير في ادويه المصري، اللي هو دلوقتي اللي اخترع كل ادويه فيروس سي وفيروس بي، تعرف ان هم موجود الادويه دي موجوده، بس للاسف هم مش هيحطوها بعد ما الا لما يخلصوا مكاسب التينوفوفير والتاف والانتيكافير. المشكله الاساسيه احنا هنتكلم على الواقع، اللي ملوش واقع وماضي يبقى ملوش مستقبل ولا نيور فيتشر ولا الفيتشر اللي هو المستقبل الابعد. فانا هقول توقعاتي على حسب ما الاستاديز الجديده اللي بتقول لغايه 2023 واللي حصل في فيروس سي. انا فاكر اول مره اتكلمت على ادويه غير البيكليت انترفيرون كان بعد البيجاسس والبيك انترون لما نزلوا، كان البلن 2121 اللي هو كان اول بروتيز انهبيتورز، وللاسف طلع بيعمل مشاكل ويعمل يعني بيعمل زي الكارديو توكسيستي. وبعديها ب 13 سنه بالظبط نزل المجموعه. خلي بالكو ان علاج فيروس سي لازم بروتيز انيبيتورز مع هيليكيز مع بوليميريز، نفس القصه اللي هتبقى في فيروس بي. انا عارف كويس قوي زي ما انا شايفكم دلوقتي الادويه موجوده مش هينزلوها. هذه احنا عندنا ثلاثه مافيا، المافيا الاثار وطبعا مافيا السلاح ومافيا الادويه، مع احترامي طبعا لشركات الادويه المصريه الغلابه يعني. لكن هو انا اي نو فيري ويل زي ما انا شايفكم كده الادويه دي موجوده في البايب لاينز هتنزل. ايه مشكلتنا احنا في الكرنت سيتويشن دلوقتي؟ احنا العلاج سبريشن. يعني ايه كلمه سبريشن؟ احباط. احباط تكاثر الفيروس يبقى في احباط عندنا كلنا. احنا ايه اللي بنعمله ده؟ بنعمل سبريشن زي ما الدكتور يسري والدكتور حسني اتكلموا على علاج الناش، والدكتور برضو والدكتور مجدي اتكلم على الاي بي دي، واتكلم الدكتور يسري على الجرد. احنا ما عندناش علاجات، احنا عندنا كنترول. الكنترول ده بنعمل ايه؟ سبريشن للاتش بي في دي ان ايه، وان احنا بنقلل بروجريشن للسيروزس، وكمان بنقلل انسيدنس اوف اتش سي سي والاون جوينج ترانسميشن من الميديكال ستاف للمرضى او العكس، ومن الفيميل البريجننت فيميل للتشيلدرن. طب احنا ليه عندنا مشكله في فيروس بي لم نواجهها في فيروس سي؟ المشكله بسببين او ثلاث اسباب مهمين جدا. السبب الاولاني ان فيروس سي بيتكاثر في السيتوبلازم، لكن الثاني ده بيعمل انتجريشن جوه الجينوم بتاع الخليه ويدخل براسه جوه ويسيب الدي ان اي بوليميريز اللي احنا عايزين نعمل له سبريشن، بيخش جوه النواه ويعمل انتجريشن مع الجينوم. يبقى تريبل سي او كوفالنت سيركولر دي ان اي هو ده المشكله الرئيسيه. عشان كده مفيش كيور اللي بنسميها ستيرلايزنج كيور.
اللي هي يعني ايه بالعربي دي؟ الشفاء التعقيمي. طيب واحنا عندنا سبريشن لغايه دلوقتي، طب ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه احنا ما بقيناش فيروس سي خالص، احنا كل اللي موجود كنا بنشوف الانتي بودي فيروس سي، لكن هنا عندنا الاس انجن والاي انجن والكور انتي بودي. ايه ده؟ الاس انجن ده اس الفساد، ده بيعمل سبريشن للتي ليمفوسايت اللي هي المسؤوله من المسؤول. احنا عندنا لازم هيمورال اميونيتي وسيل ميديتد اميونيتي. السيركوليتنج هيباتايتس سيرفيس انجن ده بيعمل سبريشن لحاجات كتيره جدا، من ضمنها بيساعد على الاكزوشن بتاع التي سيل ليمفوسايت، فيحصل بلوكينج عندي بودي بودي جارد كده تقعد حوالين التي سيل وتمنعها من الاكشن خالص، الى جانب ان هو بيأثر على السي دي 3 والسي دي 4 وبيعمل حاجه غريبه جدا. احنا عارفين انه في في الاوتو اميون ديزيزز كده التي رجل بتبقى التي ريجولاتوري سيلز اللي هي بتعمل سبريشن، تعمل اميونو سبريشن، دي بتبقى قليله قوي، ده احنا عايزينها تعلى. فيروس بي التي ريج يحصل لها اوجمنتيشن تعلى جدا، كل ده بسبب الملعون الاس انجن. فالقصه دي كلها عايزه حل. طب احنا عندنا احباط، طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل فانكشن كيور، ده هنوصل ليه 2025 2026 طبعا، على بال ما يوصل لمصر نعرف نخفضه هيبقى 27 28، ده استقرائي للمستقبل. فانكشن كيور ده اللي هو العلاج الوظيفي، يعني نشيل الاس انجن ويحصل سيرو كونفرجن، ده غايه المراد من العباد. لكن ده كيور؟ لا، الكيور اللي هو الاسترلايزنج اللي احنا السي سي دي ان ايه اللي داخله جوه الخلايا اللي ما بتطلعش غير بايه؟ ان انت تهد المعبد باللي فيه، تموت الخليه الكبديه باللي فيها، وده مش هينفع الكلام ده. طيب الفانكشن كيور دول احنا للاسف احنا مشينا، عارف الواحد دايما لما الواحد يفلس كده يفكر في اداء في دفاتره القديمه. طب احنا عندنا ايه؟ عندنا بيجليتي انترفيرون، وعندنا التاف او تينوفير والانتيكافير. طب نعمل تبديل وتوافير. طب ما احنا التاف او التينوفير او الانتيكافير نحط عليه اد اون او سويتش للانتر مع يعني انترفيرون كومباين، تخيلوا هو الانترفيرون مش موجود عندنا دلوقتي خلاص، لكن الاثنين هل ده بيعمل فانكشن كيور؟ بيعمله لا يتجاوز عن 6% بعد سنه من علاج الانترفيرون. طب لو عملنا اكستنشن للانترفيرون سنتين ما بيزيدش برضه الفانكشن كيور عن 6%، ده احنا علاج فيروس سي بيجيب فوق التسعة، داخلين على 100% بالبوزافي. طب ده مش هينفع الكلام ده خالص. تفتق ذهن العلماء، واحنا عندنا دراسه هتتنشر قريب في الـ World Journal of Gastroenterology على النيوكليوزايد انالوج ويزدرول. اوعى حد يعمله في مصر. في كريتيريا عشان نوقف النيوكليوزايد عين يقول لك هفضل اخده طول عمري؟ في كريتيريا. اول حاجه ما يبقاش العين سيروتيك. نمره 2 اتش بي في دي ان ايه لازم يكون على 3 سنين نيجاتيف. الاس انجن اقل من 100، واحنا ما عندناش معمل بيعمل الاس انجن مظبوط في مصر توتالي. تبعاته بيطلع لك التتر كلام من معمل لمعمل، ما عندناش ستاندرايزيشن، والعيان لازم يتابع، ده صعب جدا في مصر. لكن دراسات كتيره اتعملت من اول الحاج هزيانس اليوناني الجميل ده اللي طلع ان الفانكشن كيور بالويز درول بالكراتين اللي انا قلتها 40%، هي الحقيقه 39%. طب يا عم هزيانس ده ثبت الكلام ده؟ الكلام ده من 2006 ثبت ان كلامه ده مظبوط؟ لا، طلعش مظبوط، لان بعد كده على مدى السنين ثم في الايزل السنه اللي فاتت والاي اس دي السنه اللي فاتت، الدراسات من هيردو والفون بامبل، واحد الماني واحد امريكاني، الفانكشن كيور بالويزدرول ناهيك عن مشاكل الويزدرول ما يزيدش عن 10%. يبقى كل ده كلام فارغ. فانكشن كيور ازاي؟ ما احنا 10% ده يعني تهريج. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ احنا بنشتغل على ايه الاول؟ بنشتغل على الاتش بي بي دي ان ايه،
يا فرحتي. طب هو اللايف سايكل بتاعت الاتش بي في فيها بس الاتش بي في دي ان ايه؟ لا طبعا، في الانتري، اول ما تدخل بتدخل عن طريق حاجه اسمها صوديوم تروكوليت بولي بيبتايد اللي بيدخل البايل اسيد. طب وده احنا من زمان بنقول الكلام ده يا اولاد الذين ما تنزلوا، نزلوا البلفرتايد اللي هو الهيبكال ديكس اللي هو بيمنع دخول الفيروس جوه الخليه، وده مهم جدا، يبقى ما فيش خلايا تانية هتتعدي. البلفرتايد لما نزل كنا لما كنا بنتكلم عنه زمان كنا فاكرينه ان هو هيبقى للبي، طلع لا ده طلع للدي، والكيور ريت 55%، لكن اس انجلوس ما يزيدش عن 27%. طب ده بكام؟ ب 465 يورو الحقنه لمده سنه، يبقى تقريبا 150 الف يورو، يعني كام؟ 4.5 مليون او اكتر بسعر النهارده. طب هو هيتاخد لوحده؟ لا، هيتاخد مع بيجليت انترفيرون، يبقى ده ما ينفعناش. طيب الانتري ده احنا اللي بنقول انتر، وبعد كده يحصل ايه؟ بيقلع البدله بتاعته الانفلوب وبيقلع ونسيب النيكلوزايد انالوج ويخش يتحول البارشري دبل ستراند دي ان ايه لكوفيلنت كلوز سيركلر دي ان ايه. الكوفيلنت ده هتبقى تمبلت عشان تطلع البري جينوميك ميسنجر. اللي بيحصل ده نوع من الترانسكريبشن، استنساخ. الاستنساخ يعني انك بتطبع ورقه زي الثانيه. بعد كده في السيتوبلازم يحصل ترانسليشن لحاجتين، الفيرال بروتينز مع ال يحصل بقى الدبل ستراند دي ان ايه، وبعدين يعمل تجميع للعربيه والعربيه تخرج بره اللي هو الفيروس. كل ستيب دي ليها حاجه مهمه، في مليون دواء لكن انا هركز على اربعه، هم دول اللي غالبا في المستقبل القريب اللي هم في 3-4 سنين جايين دول هيطلعوا، بس هيوصلوا مصر اي داوت قبل 2028-29، لانه لو وصلوا مصر حتى هيبقوا بكام. اول دواء بيشتغل هو في ثلاث شركات، جيليد احنا قلناها اللي هي البلفرتايد وده اللي بيمنع الانتري، والدواء الثاني اللي هو بيمنع الترانسليشن. الترانسليشن ده هو اللي هو يمنع انه البري جينوميك ار ان اي يعمل ترانسليشن للفيرال بارتيكلز. الدواء ده بتاع جونسون اند جونسون اللي عمرها ما دخلت انتي فايرال خالص. جونسون اند جونسون نازله بقوه عامله ده، وعندها دواء تاني لمنع التجميع، يبقى في دوائين. عشان كده السنه اللي فاتت في الاي اس ال دي نزلت بيبر مهمه جدا ولسه اسماء قوديه. جونسون اند جونسون منسينا دوائين في نفس الوقت، واحد بيمنع ترانسليشن او الترجمه، والتاني بيمنع التجميع. طب ده حاجه حلوه قوي. الكيور هم ما عملوش، هم فتره 24 اسبوع عملوها وما كملوش فولو اب، لكن حصل دراماتيك ديكريز للاس انجل. ما زلنا ستك وقاعدين برضو ان احنا نعمل فانكشن كيور، العلاج الوظيفي وليس العلاج التعقيمي. طيب الشركه الثانيه اللي هي منزله دواء ثاني اللي هو البيبرفيرسون ده، جي اس كي. جي اس كي مشهوره ان هي نزلت اللاميفيدين، وانا فاكر ان احنا اشتركنا في اللاونش بتاع اللاميفيدين الزيفكس في وقت من الاوقات سنه 98. لكن البيبر فيرسون ده بيمنع برضه الترانسليشن للفيرال بارتيكلز عن طريق حاجه اسمها انتي سينس اوليجونيكليوتايد. سيبكم من الكلام ده، يبقى ده الدواء الثاني. وما دام اتحول لاسم من كودي لاسم عادي، يبقى ده فيه امل كبير. الدواء ده بيعمل فانكشن كيور 40%. طيب في حاجه تانية، هل نقدر نشتغل على الكب على السي سي دي ان ايه؟ ده صعب جدا. ليه؟ لانه إيه؟ اول ما تخش جوه نواه الخليه انت ممكن لعب في الجينات يؤثر بالسلب، يعمل ايه؟ يعمل ممكن يعمل اتش سي سي، ممكن يعمل مالجنسي، ممكن يغير. عشان كده العلماء ما زالوا كل الادويه اللي بتشتغل على السي سي دي ان اي اللي بتخش وبالتارجت زي الطيران اللي لما بيروح يضرب نقطة معينة ويبقى عارف النقطة دي ومسجلة على جوجل ماب وهو ده اللي بيتضرب، الحتة دي صعبة جدا وفي ضحايا للمدنيين.
يبقى برضو نفس القصة في السي دي ان اي، عشان كده بيشتغلوا على الدق هيباتوسايت، لكن لسه ما فيش انيمال ستادي، يعني ده بري كلينيكال ستادي. يبقى الفيوتشر ملخصه ايه؟ ملخصه ان احنا في النير فيوتشر اللي هو في خلال 5 سنين جايين هنحصل على فانكشن كيور بس مش بنسبة عالية. ويا ترى الادوية هتبقى رخيصة؟ اي داوت ان هي هتبقى رخيصة، مش زي اللي عملناه فيروس سي مش هنعرف نعمله اطلاقا الا لو نزلته ادوية مصري قوي او شركة من الشركات اتحدت مع جيليان. وهيبقى كوكتيل من الادوية، كوكتيل تمنع دخول الفيروس، تمنع الترانسكريبشن، تمنع الترانسليشن، تمنع تجميع الكبسل الكبسل امبليفيكيشن موديفاير، وبعدين تمنع السكريشن بتاع الفيروس مع النيكلوزايد انالوج. القصة دي علشان تطلع، مش هتطلع قبل 5 سنين قدام، وهينزل الدواء بكام لسه برضو هيبقى صعب. اما الاسترايزين كيور هيبقى بعد 20-30 للأسف الشديد، لما كلينيكال ترايلز نقدر نعملها على تبقى فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 على سي سي دي ان اي. وشكرا يا دكتور احمد. شكرا جزيلا دكتور هشام. الجلسه دي وريت لكم بس كده فيمس من كل يعني سبجكت من اللي اساتذتنا قدموه، السبيكترم قد ايه واسع وقد ايه يعني في البايب لاين اوف ايفري ثينج، سواء اندوسكوبي جاسترونترولوجي او هيباتولوجي، يعني ذير از بلنتي تو كم. واعتقد انه من خلال الجلسات الجايه كلها هنبتدي ان احنا ناخد كل ديتيل في كل جزء من الحاجات دي، بحيث ان احنا الكلام ده نعرفه بشكل افضل. بكرر شكري الجزيل جدا جدا لاستاذ الدكتور حسني بيه سلامه، استاذ الدكتور هشام خياط، دكتور نعمان الجارم، دكتور يسري طاهر، والاستاذ الدكتور مجدي الدهشان. جلسه قويه جدا جدا، وكان من الممكن اصلا ان يبقى اليوم كله قاعدين عمالين بنفتح في مواضيع كده، لكن هو فعلا ده اللي احنا هنبتدي نعمله، وده هينقلنا على طول للجلسه اللي بعد كده. هدعو طبعا يعني اخواتي الدكتور محمد البرعي والدكتوره شيرين ابو بكر. هنبتدي دلوقتي نعمل اول جاسترو كامبس عن الجاسترونترولوجي. هنشوف الجلسه بتاعتهم الجاسترو كامبس بتاع الجاسترونترولوجي هيقدموا لنا فيها ايه، وهنطلع من بعد الجلسه دي ايه الاسئله اللي في دماغنا اللي هنكون قدرنا نوصل للاجابه بتاعتها. اتفضل يا دكتور برعي، اتفضل يا دكتور شيرين. شكرا نجيب. طب ممكن صوره جماعيه بس دكتور يسري بيه، تاخد صوره جماعيه، انا استاذن حضرتك لو تحب. حاضر يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور مراد، دكتور نجيب، واساتذتنا اللي شرفونا النهارده.